المغرب حنا ندويو على بلادنا، ما نبقاوش نتلاحوا البلادات الاخرين. لا انا كون كنت في ميريكان سير ميريكان ودوي ديك الهضره، ما حدك في المغرب خصك تعيش بالعيشه اللي كاين في المغرب، ما حدك انت بارك في هذه البلاد الا وخصك تعيش وتادابط مع هذه البلاد. شي الا ما درتيش في هذه البلاد ما غاديش دير حتى في بلاد اخرى. كاين شي حاجه، شي واحد كيقول لك حتى شوه ترى والله كون كان مكتوب لي في لوسيبي تجيك تجيك عشيري تاش غتجيك، غتجيك شي دعقه ديال البلا، ولا تجيك شي موتيف، ولا تجيك الشهبه مكرونت الكرون ولا ما عرفتش كيقولوا لها، تجيك لاراف صافي يجيو قرقبوا لك، هذيك هي اللي غادي تجيك. فهمتي؟ يعني كاين واحد الحاجه، نوض دير السباب، نوض تقاتل، نوض غير تحرك وغير بدل، وعاد نبيع ونشري فيها، كتدخل لي ربح، كناكل منه، كتجيب لي واحد الربح، كنشيط واحد 1000 درهم ثاني، كيولي عندي 1.04 مليون. ومن حدك وانت غادي كتكبر كتضرب واحد المده كتلقى راسك عندك 16 مليون. او انا نهار بغيت نشري المحلات بديت كنحسب داكشي اللي عندي، تخلعت وليت كنقول واش انايا كتكلعب في هاد الفلوس كامله. المهم بالنسبه للارباح، يعني ايباي شحال خصني ديال الوقت باش غادي يبان لي الربح، يعني باش ما يكونش حيت كتلقى مين كتدخل اليوتيوب كتقلب كتبدا كيفيه الربح من الانترنت ولا شي حاجه، كتلقى كيف تربح 100000 دولار في شهر. هذيك الشيء باش نقول لك الصراحه ما كاينش شي حاجه. كاين واحد كيربح 100000 دولار في الشهر، ماشي نقول لك ما كاينش، كاين اللي كيربح 100000 دولار في الشهر، ولكن النيفو اللي فيه انت ماشي هو النيفو اللي فيه هو، والمعلومات اللي عنده هو ماشي المعلومات اللي عندك انت، يعني كاين فرق. مثال، انا وانت كنترينيو في لاصال، انا وصلت واحد النيفو كنهز 100 كيلو في الصدر، وانت يلاه بادي واش غتهز 100 كيلو في الصدر؟ ما عاد راه بغيتي تطردك شي عصبه وتمشي تعوق وتمشي تبرك حدا امك، وكل مره دير تبدل لك الفاصمه وتهل لك البومادات. يعني باش نجيكم الصراحه، فهمتوا؟ يعني باش تفهم، يعني كاين اللي كيسمع الانترنت كيقول الانترنت راه غير غادي ندير جوج تخربيقات صافي غادي يبدا يدخل لي الفلوس. لا، راه كاين فرق ما بين واحد وواحد، وانا عطيت دابا مثال ما بين واحد يعني كيتريني شحال هو كيتريني، وما بين واحد يلاه بدا في لونطريما. واحد كيتريني يقدر 100 كيلو في الصدر عادي، فهمتي؟ يعني انا وصلت واحد اليامات كنت كنتريني انا الحديد، يعني وصلت لواحد النيفو ان 100 كيلو ولات كتبان لي عاديه، ولكن دابا ما غاديش نمشي نضرب 100 كيلو. انا واخا حيت بعدت من لونطريما ديال الحديد شحال هادي باش بعدت منها، يعني دابا غادي نمشي ندخل وانا كنت كنضرب 100 كيلو، ولكن دابا ما غنقدرش ندخل نضرب 100 كيلو. راه كاين فرق ما بين واحد كيداوم مع الحاجه وكيبقى غادي كيدرج بشويه بشويه، اليوم لونطريما غدا لونطريما، يوم لونطريما غدا لونطريما، وغادي النيفو كي فهمتي؟ يعني غادي النيفو كيطلع. هكاك حتى الخدمه في الانترنت، هكاك حتى الخدمه في ارض الواقع. يعني هي الا جيتي تشوف راه كيف ما كتنطبق في ارض الواقع كيف ما كتنطبق حتى في الانترنت. ما تسمعش الانترنت وتسمع واحد كيدخل كيقول لك كيفاش غادي تربح 500 دولار شهريا، راه كاين اللي كيربح اكثر منا. انا كندخل اكثر من 500 دولار في الشهر، ولكن واش هذا الشيء اللي في مخي انا هو اللي في مخك انت؟ راه كاين فرق. كيف تتعلم الانجليزيه في 5 ايام؟ وما فهمتي، كتبقى داك الشيء، انت عندك نيفو انا عندي نيفو، ماشي حنا مقادين في النيفو بحال داك الشيء اللي عندك انت في مخك عندي في مخي في عند مخ الاخر في مخ الاخر في مخ الاخر. كل واحد عنده معلومات ديالو، كتقدر هذيك المعلومات اللي عندك تدخل لك 500 دولار، وكاين واحد كتدخل لي 500 مليون في سميتو. العقليه ديالي انا، هادشي اللي في عقلي انا، واش هو اللي في عقل ايلون ماسك ولا اللي خدام في ما عرفت سميتو جيف بيزوس ولا ما عرفت سميتو ديال امازون؟ ما كاين، ماشي بحال المعلومات اللي عند هذاك السيد غادي تدخل ليه فلوس. وانا نقول لكم راس المال الكبير، راس المال الكبير ماشي هما الفلوس، الفلوس ماشي هما راس المال الكبير. تقدر ترجع للزيرو ولا كان مخك عامر وتعاود طلع، ولكن يقدر يكون عندك راس المال ومخك خاوي وغادي ترجع للزيرو. واخا يكون عندك راس المال، حيت هذاك في راس المال غادي تطبو، ما غيبقاش عندك، غادي يبدا تحرق فيه. فهمتي؟ يعني كوتشينغ لايف المهم بليز. المهم ما انا بديت نقرا في الميساجات غادي نخرج على الموضوع. المهم داكشي علاش غنخلي الميساجات ان شاء الله حتى الاخر. بغيت نوصل لكم واحد الميساج، يعني هو المهم دابا بديت كنتلف. الميساج اللي بغيت نوصل لكم ان الخدمه في ارض الواقع راه بحالها بحال الخدمه في الانترنت. الفرق اللي كاين ما بين الانترنت وما بين ارض الواقع، ارض الواقع يعني
حنا ندويو على بلادنا، ما نبقاش ندويو على البلادات الاخرين. حاليا في بلادنا يعني اليد العامله كثيره ومناصب الشغل قليله، فهمتوا؟ يعني الخدمه اللي باغي يخدم كثار، راه غير من غدا لوح غير بوست في الفيس، شكون اللي خاصه خدمه؟ راه خصنا واحد في الدومين كذا كذا، ولا اللي عنده باك يتواصل معايا راه باغي نخدم. وشوف شحال غادي، شحال واحد، شحال من واحد غادي يتصل بك، شحال من واحد غادي يعيط لك، شحال من واحد غادي يصيفط لك سيفي، شحال من واحد غادي يبقى يتشكى عليك الله يرحم لك الوالدين وانايا وراه ما عنديش وبا وامي وجدي، غير باش يشد ديك البلايصه اللي بوست واحد، يقدر يكون بوست واحد وانت حطيتي وقلتي انا محتاج واحد خاصو عنده الباك، يعني يكون عنده الباك يجي يخدم معانا. شوف شحال من واحد غادي يجي عندك. يعني عندنا حنا في المغرب، حنا ندويو على بلادنا، ما نبقاوش نتلاحوا البلادات الاخرين. لا انا كنت في ميريكان، سير ميريكان ودوي ديك الهضره، ما حدك في المغرب خص تعيش بالعيشه اللي كاين في المغرب، ما حدك انت بارك في هذه البلاد الا وخصك تعيش وتادابط مع هذه البلاد. شي الا ما درتيش في هذه البلاد ما غاديش دير حتى في بلاد اخرى، الا ما درتيش في هذه البلاد راك ما غاديش دير حتى في بلاد اخرى، غتمشي حتى كما كتسمع مشى واحد وضرب عام وعامين ورجع ريفولي، ولا كيمشي وكيتحك. انا ليش نمشي في بلادات الناس ونتحك؟ نتحك هنا في بلادي ونجبدها هنا في بلادي ونعيش هنا في بلادي قريب الوالديه وقريب هادشي، لان كل واحد وكيدير. المهم هذا ماشي موضوعنا، انا دويت على الموضوع ديال الخدمه. الخدمه هنا في ارض الواقع، يعني حنا باش نفرق لكم ما بين الخدمه في ارض الواقع والخدمه في الانترنت، لانني انا خدمت في ارض الواقع، خدمت ما خليت ما خدمت شي خدمات اللي ما يطيحوش لك في بالك، خدمت في قهوه، خدمت في تبنيت، خدمت في بيع عشرة في ارض الواقع، خدام في سميتو، خدمت تريسيان، خدمت بناي، ما خلي ما عرفتيش عن عييت ما نتفكر وما ما تفكرتش هذاك الشيء اللي خدمته. من السانكيام، من العطله ديال الكاتريام، انا قريت الكاتريام، نجحت في الكاتريام وخدمت شهرين ومشيت سافرت شهر ورجعت هذاك الشهر، من رجعت ما سافرتوش كامل، وما سافرتش تسافر تسمع تسافر تقول راه مشيت عند خالاتي عند عماتي عمامي صافي، مشيت للدار بيضاء، لا مشيت للدار بيضاء عندي العائله في كازا كندور عليهم كاملين، مشي مره عند خالتي، يومين عند خالتي، ثلاث ايام عند عمي، فهمتني؟ مشيت تسمع تسافر تقول راه مشى ما عرفت مالديف ولا ما كاين لا مالديف ولا والو، بحالي بحالك، راه ماشي تشوف اي يوم تقول راه ما عرفت فين كان ولا كيفاش كبر. تقدر انت اللي كتصنت ليا عشتي طفولك احسن مني انا 100000 درجه، الطفوله اللي عشت انا ما غتكونش عشتي انت، تقدر انت تكون احسن مني وتقدر تكون كفس مني. يعني ماشي نقول لك لا حيت انا ومدن انا وانا وانا، لا انا غير كنوصل لك واحد الميساج. تقدر الطفوله اللي عشتي انت وداك الشيء اللي كانوا موفرين لك والديك انت ما كانوش قدروا يوفروه لي انا والدي، فهمتي؟ ولكن الحمد لله، يعني هذاك الشيء يعني ديال الوالدين ديالي، المهم كنقول كما الحمد لله انهم رباوني وكبروني، وهما اللي هم الفضل كيرجع ليهم هما، لانهم كون ما كانوش هما ما كنتش غنكون انا، وكون ما كانوش هما ما كنتش غادي نكون بحال هكا، ما غاديش نتربى بحال هكا وما غنكونش كراني مبلي كراني ما عرفتش شنو كره. يعني الحمد لله كنقول كيف ما كنقولوا الحمد لله. المهم والخدمه، خدمت من العطله ديال الكاتريام، اول خدمه ليا خدمت من العطله ديال الكاتريام، خدمت في حانوت، خدمت في حانوت مع واحد السيد من العائله، عنده ماشي حانوت، عنده باتيسري كيصاوب لي ساندويش كيصاوب هادي، وخدام معاه داخل معاه حتى انا، وسير جيب هادي ونمسح الطوابل ونخرج الناس نعطي الكليان نغسل الماء ندير عديش مشكل، وباقي في الكاتريام وخدمت شهرين معاه وخلصني ومشيت سافرت كما قلت لكم تقريبا واحد 15 يوم ورجعت هذيك 15 يوم الاخرى، مشيت خديت عطيت للوالده قلت لها بغيت نهبط نتكسى، وهبطت معايا الوالده ديالي، مشينا تكسيت كساتني، يعني عطيتها الفلوس وهي اللي كساتني، هي اللي شريت ليا، هي اللي دارت ليا، وبقات شي بركه باش غيشريو ليا بها بيعاونوا بها حتى هما في الكتوبه. من تما يعني دقت انا الفلوس، والدراري اللي داجا خدامين وعارفين الفلوس، يعني هذه راه فهمتي، يعني كاين فرق كبير ما بين واحد خدم وضرب تماره وعرف الفلوس منين كتجي، وما بين واحد ما خدمش وما عرفهاش. يعني بحال دابا كيفيق كيقدر والديه لاباس عليهم الله يكمل عليه، حنا ماشي كنحسدوه، يعني وكيعطيوه والديه كيقول ليه هاك الشهريه اولا كيديروا ليه 100 درهم النهار ولا 50 درهم ولا غير 20 درهم. انا كنت في هذاك الوضع وكان والد ديالي كيديوح ليا غير 50 درهم والله ما نقرقبها، والله ما نتحرك. لاش غادي نتحرك؟ تخيل معايا كتفيق حتى ل 11 كتنوض كتلقى 50 درهم، فين غادي تلقى هذا؟ فين غتلقى هذه العيشه؟ فهمتوا؟ يعني هكا سميتو. المهم هذه خرجنا كيف ما قلت لك على الموضوع الاساسي، يعني كنا داوين على الخدمه ما بين الانترنت والخدمه في ارض الواقع. الفرق ما بيناتهم،
الفرق ما بيناتهم ان في خدمه في ارض الواقع كيف ما قلت لكم. دابا حاليا في المغرب، حنا ندويو على المغرب بلادنا اللي كنعرفوها وانت كتعرفها، ويعني ما غاديوش تك على شي دوله اخرى اللي ما انت ما عارفهاش وعمرك ما مشيتي لها. حنا ندويو على المغرب اللي عارف انت وعارف انا، يعني الهضره اللي غادي نقول غادي تدخل لك ديريكت لمخك. بالنسبه للمغرب، المغرب مناصب الشغل قلال، يعني كيفاش غنقولوا، العرض قل من الطلب، العرض قل من الطلب. دابا اليد العامله كثيره، بزاف ديال بنادم باغي يخدم، بزاف ديال الشباب، بزاف اللي عنده ديبلومات، بزاف اللي عنده، ولكن واحد النسبه ديال دوك الخدامي غادي نجيو نقسموهم على ثلاثه وغناخذوا واحد الثلث. هذاك ما فيه مدخله، هذاك كيكون باك صاحبي. باش نكونوا صريحين، ما نكذبش عليك، وانت راك عارفه وانا عارفه، لانني انا حتى انا توسطوا لي بعض المرات شحال من خدمه، توسطوا لي وحدين. خدمت في واحد الخدمه، كنت خدمت في واحد الشركه وكنت خدام مع واحد الشيف، شيف سيكتور ديالنا، شيف ديكيب، هو اللي كان ليكيب علينا. انا كنت خدام في المانتونونس الكتريسيتي تريسيان. المهم بحالي بحال بلال الضيفي، راه حتى بلال الضيفي كنت تلاقيت به واحد المره وكنا تناقشنا وقال لي راه انا تريسيان. المهم التريسيان كلهم كيمشيو للانترنيت، ما فهمتش، كيضربوا شي شويه في الضو وكيعاودوا يمشيو للانترنيت. بالنسبه قلت لك يعني كان داك الشيف ديال سميتو، وكان عيطت لي واحد الشركه اخرى ومشى خدم فيها. ونهار خدم فيها ضرب واحد شهرين ومع ثلاث شهور بما شد البوست ديالو داك الشيء، وما عرفت كانوا محتاج شي دراري. واتصل بيا قالوا ايوب الا بغيتي تجي تخدم معانا راه غادي تزادك في الصالير على الصالير اللي كنتي فيه. يعني هادي راه ماشي غادي نقول، يعني الا كانت عندك تريسيان وانا تريسيان ومشينا وكنا كنقلبوا على خدمه، حيت انا توسط ليا واحد، انا عيط ليا واحد ديريكت قال لي غادي تجي غادي نحط نعطيهم السميه والكنيه غادي تدخل ديريكت غادي تخدم. يعني كاين واحد النسبه عندنا هنا في البلاد يعني ديال 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 باك صاحبي او المعارف او شي واحد، او لك انتي كابابل وعارفك شي واحد كابابل، يعني عارفك خدام غادي يجيبك يخدمك معاه، وراه عارف راسو غادي يتهنى، ما غيبقاش يصدع راسو كل مره نوض دير لي هادي جيب هادي وانت ما عارفكش، عارف انه غيعطيك واحد الخدمه غيكلفك بها غادي ينساك، ما غيبقاش مابقاش يدسرك. المهم هادي كاين واحد البارتي ديال هاد الخدمه. كاينه خدمه اخرى انك كتنوض تضرب عليها تمام، كتنوض تقلب عليها، يعني كتنوض كتمشي كتجري كدير، وربي ضروري يجازيك، ضروري يجازيك. انا في الخدامه فين كنت كنقلب واحد المره كنت بركت في الخدمه، ومهم واحد الدري سميتو مصطفى، مصطفى كنا شدينا، المهم كنت مورا ما شدينا الدبلوم، انا مورا ما شدي قبل ما نشد الدبلوم خدمت في واحد الشركه، دفعت لهم على اساس انني عندي الدبلوم، وانا باقي ما عنديش الدبلوم، دفعت لهم ودوزت لونتروتيان وكل شيء وداز مزيان هذاك الشيء، بقاو كيقولوا لي جيب الورق جيب هادي جيب هادي، وكان كنأجل أجل أجل وأنا باقي ما دوزتش الامتحان. ولقيت من جا الامتحان مشيت عند الشاف ديالي قلت لي سلام، هذه قلت لي راه غادي نمشي ندوز واحد الامتحان، قال لي مزيان عندك شي حاجة هذه كتقرا في لافاك، قلت لي لا ما كنقراش في لافاك، راه غادي نمشي ندوز على الدبلوم الامتحان، راه عندي واحد ربع أيام غادي نمشي ندوز فيها الامتحان. قال لي وكيفاش؟ واش غادير شي دبلوم أخر؟ قلت لي لا راه الدبلوم، وصارحته قلت لي راه ما غنكذبش عليك، راه اللي كاين واللي كاين واللي كاين واللي كاين واللي كاين، بقى كيشوف فيا هو يقول لي عرفتي كون كنتي انت فلان لقيت من شدك. كان انا واحد الدري، المهم هذا موضوع طويل، كان معنا واحد الدري ما كيتحاملش معاه، ما كيحملوش هذاك الشيف، ندير هو ويا هكا، هو يقول الشيء الاخر برا. قال لي كون كنتي انت في بلاصتو قال لي لقيت من شدك، غادي نمشي للاداره غنقول لهم هذاك راه داخل بلا ديبلوم خرجوا صافي وغادي يصيفطوا. قال لي شيش غندير؟ انا غادي نعمر لك وسير، غنعمر لك من الكونجي. قال لي وسير دوز الامتحان، قال لي ولكن حاجه اللي غادي نوصيك عليها، غادي تمشي غتجيب ديبلوم، ما غاتقولش لي حقات زيرتو هادي، غتمشي تجيب ديبلوم، ما جبتيش ديبلوم ما غاديش تخدم معايا. قال لي سير زير راسك وبريباري هاد الايامات وسير، ولا خصاتك شي حاجه باش نعاونك في هاد الشيء مرحبا قولها لي. المهم هادي هضره جبدت هضره، يعني وكيفاش غنقول، هادي كتمشي كتضرب عليها تيامار كتقاتل عليها باش كتجبدها. كاينه حاجه اخرى انك في الاول ما كتبقاش تقلب على الخدمه، كتقلب على باش تتعلم، كتقلب على باش تتعلم، هذا هو الطرف الثالث. الطرف الاول اش قلنا فيه؟ هو باك صاحبي، ان شي واحد كيتوسط لك باش غادي يخدمك في هذيك الخدمه. كاين الطرف الثاني كيمشي كيتقاتل عليها، كينوض يدمر ما يخلي ما يدير، يفيق الصباح يخرج مع 6 ديال الصباح، من 6 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، هو يفرق في السيفيات. اين فوا يسمع شي حد راه عيطوا ليه راه كاين واحد الخدمه فواحد البلاصه، بغيت نوصل لك هذا الميساج، يعني كاينين شي حوايج غير غامر، غير تقاتل، غير دير شي حاجه غادي توصل. وقلنا قلنا البارتي الثالثه، البارتي الثالثه شنو هي؟ هما دوك الناس اللي ما باغيش فلوس، كيمشي كيقلب على ستاج. شو اللي الناس كيخدم عقله باش يخدم؟ كيقلب على ستاج. ستاج اش كيدير فيه؟
كيمشي كيبدا يدفع الشركات غير ستاج، ستاجيرات كيقلبوا عليهم الشركات، بعض المرات كيقلبوا عليهم، كتكون عندهم شي بروجي في شي تماره ولا شي حاجه كيقول دخل لي ستاجيرات يضربوا معايا تماره، من هي يتعلم ومن هي يدير. هذه الا كنتي تذكي غادي تستافد منها وتقدر تدخل، الا كنتي باغي تخدم في ارض الواقع، غادي تمشي غادي تدفع ستاج، من دخل حتى ستاج وحاول تقاتل، حتى لا قالوا لك انا غادي تخدم معانا تخدم غير من هذه هذه، وسير اللي كندير واللي كندير، تقاتل تقاتل، عرفت شنو تقاتل؟ تقاتل ندخل ندوز انا الشر ما غادي نتخلص فيه ما والو، كنضرب تيمار نضرب ومرحبا تعال راه بغينا اللي يعاوننا في هذه، مرحبا الشاف ماشي مشكل نمشي معاك هذه، نمشي نضرب تيمار نتعلم، وما لا هي لا جوج، وكون اكيد هما هذوك اللي خدام معاهم غادي تعجبهم، لانك حاد الراس لانه باغي تتعلم اول حاجه، باغي راك كتستافد، شي راه ماشي تقول ماشي تقول انا دخلت ستاجير اش غادي نستافد، على الاقل يديروا لي 1000 درهم انا راه عندي ديبلاسمون، حتى اش من ديبلاسمون راه كتقدر تلبركتي في داركم وغادي تخسر اكثر منها، راه تخيل معايا انت راه نعطيك 1000 درهم للشهر 1000 درهم وتكون خدام ما غاديش تصرفها، لان ما عندكش الوقت فين غادي تصرفها، الصباح كتفيق كتمشي للخدمه كتجي كدوش كتاكل كتبغي تك كتنعس صافي، فين غادي تخرج؟ لا خرجتي كتريح في القهوه وترجع، وتخيل معايا مشومي مبارك وعندك 1000 درهم، الصباح قهوه في العشيه يبان لك كسكروط، في العشيه نهبطوا لهنا، هادي هالفلوس مشات 1000 درهم ضربها في سيمانه وتكون خدام ما غاديش تصرف 1000 درهم وبالتجريب، لانني انا حتى انا كان طرات لي هادي، كتكون داكشي اللي كنصرفو وانا خدام ما كنصرفوش وانا بارك، مي كنبرك من الخدمه كنحس براسي 4000 تصرفت مشات 500 درهم مشات، ولكن مي كنكون خدام وفي العشيه كنفكر انني غادي نخرج وغادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، ولكن مي كتخرج ما كيبقاش لك الوقت لداكشي. مهم يعني هذا هو البارتي الثالثه، البارتي الثالثه كتقلب على خدمه بطريقه غير مباشره، كتقلب على المعلومات عمر مخها يعني كتنفعها بعدا في ستاج كتنفعها بشحال من حاجه، وتقدر في هذيك الشركه الا عرفتي كيفاش تواصل مع الناس وعرفتي كيفاش تخدم وشافوك انك خدام ومزيان غادي يشدوك هذوك الناس، يعني هذيك الخدمه غادي تشدك. مهم هذه في ارض الواقع، ارض الواقع مقسمه على ثلاثه الناس، ثلاثه الحوايج كيف ما قلت لكم، المعارف ولا تمشي تقلب عليها بالريق الناشف وبالليله عليها، الطريقة الثالثة كديرها بطريقة غير مباشرة، يعني كتمشي دوز ستاج وكتدخل راسك في هذيك الشركة، وكتعرف على الناس اللي عندهم، يعني كتقدر تبدا تسول ضرب السيمانة الأولى السيمانة الثانية كتولي تريح معاهم، كتقول لهم الله يرحم لكم الوالدين وريوني الشاب سيكتور هذه ولا شي حاجة، بغيت نمشي عنده ونتواصل معاه نطلبو نقول له خدمني وخا فاش ما كان ماشي مشكل، المهم وأنت كتدبر على راسك، المهم هذا الشيء قلت لكم في أرض الواقع، لأنني أنا جربته وخدم ليا، أما في الإنترنت ما عندك لباك صاحبي لا والو، كاينه حاجه وحده هادشي اللي عندك هنا، الا كانت عندك شي حاجه هنا راك غادي تخدم، ما عندكش راك غادي تمشي في حالك، ما كاينش حق با صاحبي انا من عائله فلان انا، ما كاينش، كاين في ارض الواقع يعني كما كنقولوا دراعك، ولكن في الانترنت كاين مخك، المعلومات اللي عندك هو ملي كتدخلوا للانترنت اغلبيه، انا طرات لي انا النهار الاول ملي كنت كندير ريشيرش كيفيه الربح من الانترنت، ما كاينش الربح، ما كاينش الربح، راه هذه المشكله اللي دخلوا لينا حنا في مخنا، راه كاين الربح في الانترنت، راه كتربح انت ماشي كتربح، واش حنا لاعبين تيرسي انت دابا، واش انا من كنمشي نشري برودوي وكنجيبو وكنليستي وكنصور وندير لي الديسكريبشن وندير لي العنوان ونصوب وندير ونحطو مزاد ويطلع في المزاد ويدخلوني الفلوس ونمشي اونبالي ونخشي في كارطون ونسد ونغلف ونكتب العنوان وندير ونصيفطو ونجاوب على الرسائل ديال هذاك، واش هذا الشيء ربح في نظرك؟ واش انا كنربح من الانترنت؟ راه خدمه هذه، راه خدمه، راه كاين فرق ما بين الربح والخدمه، الربح هو انني غادي ندخل غادي نحط 10 دراهم وندير واحد الرقم، ولا جا داك الرقم راه غادي نربح انايا 100 دولار، هذا هو الربح، ما كاينش كتلعب بحال كتقمر، الانترنت ما فيهش تقمر. ما فيش القمر، شي هذوك اللي كيديروا في البورصه والاسهم سميتو البيتكوين وهما عارفين هذاك امتى غادي يطلع وامتى غادي ينزل، كيضربوا لي الحسابات ديالو كيقول لك راه لفت طاح الذهب البيتكوين كيطلع، الا تهبط البيتكوين كيطلع الذهب، يعني من كيبان لهم الذهب غادي طال هابط راه غتعرف ان البيتكوين غادي يطلع. المهم بالنسبه اللي كيكتبوا الميساجات انا ما غاديش نجاوب على الميساجات حتى الاخر ان شاء الله. هادشي اللي كاين، يعني كاين واحد حاجة مخك اشنو فيه، الا كان فيه واحد المعلومات ديال 100 دولار غادي تخدم غادي تلقى 100 دولار في الانترنت، غادي تجبدها غادي تخدم وغادي تجبدها، الا كان مخك فيه 0 دولار واخا ما عرفتش بقا دير غادي تجبد غير 0 دولار،
وتقدر انت تصير تخسر اكثر منه، فهمتي؟ تخسر اكثر منه وما كاينش الربح، زيرو درهم. يعني هذه كنت ناقش مع الاخوه كيقولوا لي لا كاين الربح بصفر درهم. يعني هذا كيف كيف تعمل في الانترنت بزيرو درهم؟ ما كاينش زيرو درهم. ورا البيسي اللي كتفرج فيه وكتعلم فيه، هذاك راه راس المال. راه الانترنت، الويفي اللي كدير راه كتخلص 4000 ريال الشهر، اولا جارو من قهوه ولا شي اللي كان. دبر راسك، الله يسهل عليك. انا راه من اليامات الاولى ملي كنت كنتقاتل حتى انا كنت كنعصر في قهوات، انا شحال من حاجه مما كانش عندي، فهمتوا؟ يعني ماشي نقول لكم لا. وكنت انا في النهار الاخر، انا في اليامات الاولى من يلا بديت، مشيت دخلت الويفي انا واحد السيد من جيراننا، وكيخلص هو النص وانا نخلص النص. راه عادي هادشي، راه ماشي مش ما تقولوا ما تعيبوش من هادشي. يعني ماشي تقول لا انا خصني الويفي وهذا راه كيتسمى راس المال. حتى هو راه كيتسمى راس المال. وراه ما يمكن، كل ما كانش عندي بيسي، كل ما كانش عندي الويفي، باش غادي نخدم في الانترنت؟ غادي ندير ها 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 صافي انا ليستيت بمخي؟ ما يمكنش. خصني شي حاجه باش غادي نخدم. لا هذوك غتقول لي اللي قلتي لي، ضروري خصك راس المال، ضروري خصك راس المال. راس المال كتبقى حاجه واحده، كاين راس المال صغير وكاين راس المال كبير. الا بغيتي تبدا في ايباي، راس المال ديال ايباي ماشي هو راس المال ديال شوبيفاي. شوبيفاي راه خصك واحد 500 دولار، ايباي غتبدا ب 100 دولار. وكاينه حاجه اخرى تقدر تبدا ب 50 دولار، ولكن 50 دولار وعندك بيسي وعندك ويفي، لان هادو من الاساسيات. بحال دابا قلت لك انا نوض دير محل ديال تبقالات، وهاد التبقالات كي غادي دير ليها؟ غادي تخرج الشارع تحط الزيت، تحط السكر، تحط هادي، تحط الخميره، تحط هادي التحميره، تحط زعفران، تحط هادشي، تحطه في الزنقه وتقول لي انا غادي ندير محل ديال تبقالات؟ راه خاصك محل، هذاك المحل خاصك شي حاجه باش غادي كونتاكت، باش غادي يوصلك لهذاك الخدمه. شنو هو الكونتاكت؟ هو هاد البيسي اللي كتشوف فيه قدامك، وهو الانترنت. هذاك هو الرابط اللي غادي يوصلك للانترنت، باش غيربطك بهذيك الشبكه وتنوض تبدا تخدم على راسك. وكاينه حاجه اخرى، هو هاد الشيء اللي هنا في مخك، هاد الشيء اللي هنا في مخك هو اللي كيحكم. راه شتي دابا حنا ندويو، لا بلال الضيفي، لا حميد مومن، لا ايديحيا، لا راقي، لا سيمو لايف، لا المهم بزاف ديال الاخوه ما طاحوش ليا دابا، بزاف اللي كاينين هنا خدامين في الانترنت وعايشين به. راه تحيد ليهم كل شيء، ترجعهم للزيرو وتعطيهم واحد راس المال كبير غادي يخدموا به وغيرجعوا، تعطيه عام عامين غيرجع النيفو اللي كان فيه. ولكن دابا انت ما عندكش، غنرجعك بحالك، بحال حنا نديروها بلا الضيفي ولا شي واحد من الدراري ولا شي حاجه، غنجيبك ونحطك بحالك بحاله. داكشي اللي غنعطيه لي غنعطيه لك انت، ولكن هو غادي غيرجع، وانت خصك واحد المده. الا كان هو غيرجع في عام، انت غادي ترجع في 3 سنين ولا 4 سنين باش تولي في النيفو اللي فيه هو. ونعطيكم نفس البدايه، نعطيكم بيسي الانترنت واحد راس المال صغير، هو غادي يرجع وانت ما غاديش ترجع ما غطلعش بالنيفو اللي طالع فيه هو. علاش؟ لانه هو مخو عامر بالمعلومات، عارف كيفاش يجيب برودوي، عارف كيفاش يليستي، عارف كيفاش يدير الادز، عارف كيفاش يطلق كومبين، عارف كيفاش يشيبي، عارف، عنده معلومات. هذوك المعلومات هما راس المال الكبير، هما الاساس، هما الشيء. ما كانوش عندك هذوك المعلومات، الفلوس ما كتسوى والو، لان ها هما دابا عندي انا الفلوس، ياك غنبدا ناكل منه. انا نحط 100 مليون انا في الماريو، ها هي محطوطه في الماريو، كل شهر انا نخلص المصاريف، ناكل نشرب ندير نفعل ترك كل شيء. هاد 100 مليون شحال غادي ليا تقريبا؟ غضرب واحد المده وغادا توقف، غادا تسالي لانني كنجبد منه. هو لا، 100 مليون راه غادي يخدمها، غضرب واحد عام غتلقى 200 مليون عنده، واكل وشارب 200، واكل وشارب. يعني هذاك الشيء كامل ما فهمتوش، شنو بغيت نوصل لكم الاخوان. يعني هذا الشيء اللي في المخ هو راس المال الكبير. يعني الا تعلمتي وعرفتي شنو كيفاش تخدم، هذاك هو راس المال الكبير. تقدر تشد 500 درهم وترجعها مليون، وكاين واحد غيشد مليون ويقدر يرجعها 500 درهم، يديرها هو بالعكس. فهمتوا؟ يعني فهمتوا المقارنه كيفاش دايره؟ هذه هي الفرق ما بينك وما بين الخدمه هنا في ارض الواقع والخدمه في الانترنت. هنا في ارض الواقع عندك بزاف ديال الطرق باش تخدم، يعني المعارف كيف ما قلت لكم، تنوض تقلب عليها، فهمتي؟ شحال من حاجه، فهم مخو خاوي وواقف مع شي واحد من عائلته ومخدمينه واكل وشارب وعيش ورزقه هذاك، راه مكتاب لي انه يخدم. يعني ماشي تقول لا تحسدوا ولا شي حاجه. اما في الانترنت لا، واحد زائد واحد تساوي جوج. شنطن كتعرف تخدم غادي تدخل، ما كتعرفش تخدم دخل الفلوس وسير في حالك. راه تقدر تكون عندك كما قلت لك، تقدر تكون عندك مليون وتدخل تبدا في شي بروجي في الانترنت، انا مشاو لي الفلوس،
انا اللي داوي معاكم، ماشي نقول لكم حقاو من النهار الاول، ولا راه من 2015 وما كيمشيو ليا الفلوس، ولحد الساعه باقي كنتشمت في شحال من حاجه. هي دابا 5 سنين، 5 سنين ديال ليكسبيريونس وباقي كيمشيو ليا، باقي كيمشيو ليا فلوس. راه ما تقولوش شي اللي كيقول لك انا كنعرف، راه ما كيعرفش. لان دابا انا كنعرف، حاليا كنعرف القانون ديال ايباي وكنعرف هذاك الشيء، وكان غدا يصبحوا يصيفطوا لك ميساج يقول لك ولا قانون اخر، وسير داك الشيء اللي كتعرفه وضربه في زيرو مشى. خاصك تبدا تاني ازيرو، تبدا تادابط مع القانون الجديد، وتبدا تعرف هذوك المسائل الجداد، تعرف اللي عليك واللي لك واللي عليك تاني من الاول، وتبقى غادي بشويه 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 تاني، وانت كتولي تاني عار، نهار تولي عار يخرجوا قانون اخر، وبقى غادي بحال هكا. الشيء الحياه دائما كتعلم، انت غادي تعرف كل شيء ودير، هو نهار غادي تولي شي اللي كيقول لك كنعرف راه ما كيعرف والو، اللي كيقول لك انا كنعرف هادي راه ما كيعرف والو. كتعرف انا كنعرف عليك، تقدر ان جوج كتقارنهم وكدوز لي واحد التيست، كتقول اكس احسن من ايغريك، النيفو ديال اكس احسن من ايغريك. نديرو حنا الفيسبوك كومبين ولا شي حاجه، كنقولوا اكس كتلق كومبين احسن من ايغريك، يعني هي اكس هذاك الشخص، انا مثلتو لك باكس، هذاك الشخص اكس كيطلق كومبين احسن من احسن من احسن من الشخص ايغريك، يعني كاين واحد الفرق ما بيناتهم. هذا هو اللي كيبقى، كتلقى واحد على واحد بداك الشيء المعلومات. اما هذاك اكس راه ما كيعرفش كلشي، راه لا قلبنا في العالم غنلقى واحد فايتو قد هكا، فارق بيناتهم شي كيلومتر. هذاك كومبين اللي كيطلق اكس وسير قلب لي على زيد ولا واي ولا شي، غتلقاه كيطلق شي كومبين اللي ما كايناش، هذاك كيطلق جوج دولار كيجيب بها ما عرفتش شحال. فهمتوا واش بغيت نوصل لكم؟ يعني كتلقى الفروقات هذه اللي كاينه في الانترنت. في الانترنت عري على كتافك، راه كاينه تماره، ما نقولش لك لان الانترنت ولا الانترنت، واصعب تماره هي ملي كتخدم مخك. شي ملي كتخدم انايا في الشركات تنضرب تماره، كنخرج مع السته كنجي كندوش كنت كنعس كنرتاح، وما كنتسوقش للخدمه، لانني مي كنحط اللبسه ديال الخدمه كنسد عليها في الكازي صافي، حطيت الخدمه كامله حطيتها، ما بقيتش مركز مع الخدمه، كنولي مركز على الحياه ديالي في برا. اما في الانترنت ديما انت غادي، يقدر انا نكون خارج بارك مع العائله كيتفتح كيس، دابا كان شحال هادي كان مرض خيبرك ضحك ولعب وادي وناشطين كتسمع طررن، كتشد التليفون كتقلب كيس، ويلي كي غنديروا لها كول صافي شبعان ما قادش ناكل، واكل انت مالك من قبيله وتضحك جينا الماكله ما بغيتيش تاكل ولا راه دابا لا مابقاش شي تفتحوا حتى 10 ديال لي كيس هانيه، لانني عارف كيفاش غادي نحل المشاكل ديال لي كيس، لانني باش عرفتهم، باش عرفت اني نحل لي كيس بكثره ما كيتفتحوا عليك لي كيس. مي كتفتح لك كيس الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، هادي واحد يعطيك نيجاتيف فيدباك، واحد هادي واحد هادي، فهمتوا؟ كتوصلوا لواحد النيفو كتولي انفو كتفتح عليك كيس كتعرف كيفاش تبرد هذاك الشخص كيفاش تدير. والناس اللي دواو، الناس اللي اشتركوا في الدوره، الناس اللي اشتركوا معنا في الدوره غادي ان شاء الله، مهم حتى النهار غادي نتلاقاو وغادي نسولهم هذا السؤال نيت، الناس اللي اشتركوا معنا في الدوره الدراري ديال الدعم كيفاش جاوكم في السيرفيس ديالهم، هذا السؤال غادي نسولو ليهم الناس اللي اشتركوا، ماشي الناس عامه، مهم غير الناس اللي مشتركين غادي نسولهم هذا السؤال. الدراري ديال الدعم كيفاش دايرين، الناس اللي كيسولوهم كيفاش كيتواصلوا معاهم، راه شي هذاك الشيء اللي كندير مع اللي فورمي شهرين ونص، شهرين ونص وانا خدام مع دوك الدراري باش يوصلوا لهذاك النيفو اللي كيتواصلوا معاكم به حاليا. هذوك الدراري شهرين ونص وانا بارك معاهم، دايرين دار وكنتجمعوا فيها وكنبقى نفورمي فيهم بالواحد بالواحد، كيفاش دوي مع هذا، الا دوي معاك خصك تجاوبو، خصك يصيفط لك ميساج خصك تجاوبو، لان خصك تكبر به هذاك الشخص، يصيفط لك ميساج خصك تجاوبو ماشي تخليه هو، راه ما عارفش راه عندك 70000 ميساج، هو كيعرف انه دوا معاك انت صافي، خصك تجاوبو تعطيه وقته تكبر به، مرحبا زيد ماشي مشكل، اللي بغى لي هادي ماشي مشكل، عندك شي مشكل نحلو مع خويا، انا هنا هادي هي خدمتي، هذاك الشيء كامل انا اللي علمتو ليهم، ما كانوش عارفينه لانني كنت جبتهم وخلصتهم، وتخيل كنفورمي فيهم وكنخلصهم شهريا، شهرين ونص وانا كنخلص، دابا راه تقريبا بداو معايا كملوا دابا 3 شهور وشي حاجه يعني، وكنفورمي فيهم باش يوصلوا لهذا النيفو. علاش؟ لانني انا بغيتهم في هذا النيفو، وهذاك الشيء راه ماشي قراه ليا شي حد ولا قال لي تعالى ها انت كيفاش تواصل ولا
هذا هو المشكل اللي طحت فيه انا. جيت لحقت بديت كنتعلم من البديه من البديه، وانا كنتعلم راسي ونطيح ونوض نطيح ونوض نطيح ونوض نطيح ونوض، توصلت هاد النيفو. ومن جيت نقلب ولقيت ناس هاد النيفو اللي وصلت لي انا واصلين لي في 2004 2003. يعني انا من بديت في 2015 كنت تعرفت على هاد الناس وراوني، ما كنتش غادي نوصل لهاد، كنت حاليا كنت غنكون واحد النيفو خور هارب ديال 2030 ماشي 2020. يعني النيفو اللي عندي في الكومينيكاسيون كيفاش تواصل، غادي نوصل غنكون واصل انا هربان على الناس ب 10 سنين لقدام ديال الكومينيكاسيون. ولكن انا درت هذاك الشيء اللي في راسي، قلت لا انا فاهم وانا عارف وغيجي ويبدا يضحك عليا وانا غنجرب وغني. بقيت كنجرب وكنطيح وكنوض كنطيح وكنوض كنطيح وكنوض، توصلت ل 2020. من جيت نشوف 2020 قارنت راسي بواحد النيفو ناس اخرين، لقيت راسي داك الشيء اللي وصلت ليه انا في 2020 هما واصلين ليه في 2004. يعني انا بحال زيرو، بحال باقي خاصني واحد شحال باش نوصل ليهم. بحال دابا هما نضنا نضنا بغينا نضربوا فوتينغ، وهما سبقوني من هنا الفاس وباغي نمشيو لطنجة، واش واخا نبقى نجري تنعيا ما غنوصلش؟ اجا ما وصلني فاس بعدا عاد نشوف طنجة. هما غيوصلوا لطنجة ويريحوا ويرتاحوا، وانا باقي كنضرب في التمارة وغنجي كنجري. هذا هو المشكل ديالنا. العقلية عندنا هنا في المغرب شنو فيها؟ غادي نقول لكم نوضوا صوبوا بولا، صوبوا بولا. اش غادي يمشي بنادم يدير؟ يمشي يجيب الجاج ويجيب السلوكة ويبقى يجرب ويجرب ويجرب ويجرب، وتخسر لي الاولى وخسر لي. هادو الناس صبارة، اما اللي ما صبارش يجيب السلوكة يجيب هادي يجرب يقول تحيد عليا الزمرة، هذا ما خدامش هادشي. شي ما عازبل هادشي بولا بولا، انا من الحانوت فين نشريها بخمسة دراهم. هادشي اللي طاري لينا حنا، ماشي ناخذوا البولا ونطوروا عليها، ماشي ناخذوا البوله ونطوروا عليها ونديروا فيها شي حاجه اخرى نزيدوا فيها. دابا حنا كيفاش كتصاوب بوله؟ ولا يجي واحد يقول لك المغرب بغى ينوض يصاوب طوموبيل، واش عرفت الله المغرب من غادي يبغي يصاوب طوموبيل؟ واش غادي نوضوا حنا نبداو نصنعوا طوموبيل ازيرو واجيب لي مهندس اللي يصاوب لي محرك؟ والمحركات راه مصاوبين، الناس راه وصلوا لواحد المحركات اللي ما كياكلوش. ترى المغربي الا بغى يصاوب ازيرو تبغي تصاوب محرك، راه غادي يولي يضرب لك 20 متر في الديماراج. هادوك صوبوه النهار الاول كيضرب 20 متر في الديماراج، شويه هبطوه ولا كيضربها 10، شويه دابا ولا كيشم الموتور عندهم راه كيدير كيديماري مازوط راه ما كيتكالش. ولكن الا جينا حنا بالعقليه ديال المغاربه ونقولوا انا مغربي، راه ماشي كنقول لك مغاربه يعني كنعايرك ولا شي، انا مغربي، انا اللي داوي معاك راه انا عندي هذه العقليه، ولكن بدلتها لان لقيتها ما خداماش. باش غادي ديماري باش غادي نجيو تخيل حنا دابا عمك حنا نقولوا حنا كاينين 10 الناس في هذا اللايف، 10 الناس ولا 20 ولا ما عرفت، المهم كتب رقيقه ما كتبانش ليا. المهم حنا 100 اسيدي، 100 100 الناس 100، وقالنا غدا نوضوا نصاوبوا طوموبيل غنجيو نريحوا. زيد انت اش كتعرف دير؟ وانا نصاوب لكم الجوانط اخويا، انا سودور. وانت اش غادي تصاوب؟ خليوا لي انا الفولا، انا نصوب ما عندي بيرمي. تاش غادي تصاوب؟ انا شوف اخويا شي اش غدير؟ انا خلي لي هذوك السلوكه ديال الضاو وداك الشيء انا نريقلولك. والواحد انا خليو لي الصباغه اييه، وباش غادي تحرك الطوموبيل؟ حنا نزوقوا فيها من برا، واش غادي نديروا فيها حنا الداخل؟ الموتور باش غادي تدور؟ باش غادي تحرك؟ باش غادي دير؟ حنا علاش؟ حيت حنا كنبغيو ديما نديرو حنا روسنا واعرين، حنا راه واعرين، حنا ما كاينش اللي واعر. راه كيف ما قلت لكم راه ما كاينش اللي واعر، راه كاين واحد الحاجه اخرى انك كتنوض تقاتل عليها وتنوض ضرب تماره وكتعلم. قد ما تعلمتي قد ما مزيان، فهمتي؟ قد ما تعلمتي قد ما مزيان، من غتجي وغادي تمشي وغادي تاخد لي بلون ديال 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 الموتور كيفاش كيتصاوب، لي بلون ديال هادي كيفاش كيتصاوب، ودير شراكات مع الناس، تمشي لاوروبا تلاقى مع فولكس فاجن تقول لهم تعالوا غندير انا وياكم شراكه، باغي نصاوب انا طوموبيل ديالي مغربيه، بغيت انا داك الشيء اللي وصلتوا ليه نتوما تبيعوه ليا، اولا تصيفطوا ديروا معايا شراكه ونقسموا الارباح ولا شي حاجه ونكبروا. وديك الساعه غادي تصاوب طوموبيل غتصاوبها واعره، واجي صاوب طوموبيل هنا مغربي، مغربي ما يشريهاش من عندك، مغربي يقول انت هذيك اشنا هي؟ ترى اخر شاش هذيك انت مين هو؟ انت غادي ما تاكل المازوط غاديه مره مره بولا ساكته مورا فهمتوا؟ يعني فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني كاين واحد الحاجه ديال شي الناس ديال برا، علاش كيتطوروا بزاف؟ علاش؟ لان واحد كيجي كيعصر مخو يخدم 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 يخدم، في الاخر كيجي كيقول لك ها انا صوبت القرعه ديال الماء وعامره وشوف كتسد وكتحل.
مين كيموت هو هذوك الابحاث وديك المعلومات اللي كانوا عنده في مخه كيجي واحد اخر كيشدها وكيعاود يزيد يطور عليها كيجي كيقول لهم القرعه اللي كان صوب فلان صوب كبور انا جبت لكم حاجه احسن منها هي نفسها ولكن غادا تولي تشد لكم البروده يعني من غادي يكون في الصحراء غادي يبقى الماء بارد ما غاديش يسخن ومن غيموت هذاك اللي صاوب لك البروده في الماء يبقى بارد في الصحراء غيجي واحد اخر غيشد هذيك القرعه وغيزيد يتطور عليها وغيزيد يكبر حنا لا فلان صاوب قرعه ايه البو هو اللي كيعرف غدا نصاوب لكم جوج قراعي هنا وبقات غير وما كيصاوب وحنا بحال كنجريو في نفس الدوار انا شحال غنعيش 60 عام نجري تنعيا نجري غنصاوب قرعه مت القرعه ديالي صافي مشات غيجي واحد اخر ثاني يجري يضرب 60 عام ويموت حتى هو غادي يصاوب نفس القرعه غيوصل حتى هو يطير حتى هي يا اما يوصل ليها يا اما يوصل قل منها يا اما يفوتها شويه مهم في القرعه غنبقاو نلعبوا حنا في القرعه فهمتوا شنو نقول لكم يعني بنادم راه هادي مشكله هادشي اللي حاولت انني نوصل غنوصل الدراري في الدوره هادشي اللي غنوصل ليهم يعني هاد النيفو اللي وصلت ليه انا وعصرت ليه مخي وتقاتلت من 2015 وانا خدام راه يقدر واحد من هادو اللي غادي يحضروا يولي احسن مني 100000 درجه علاش لانه عنده واحد الذكاء اخر من غيري انا كيفكر بواحد الطريقه اخرى يقدر يشد هادشي اللي خدام به انا شدو وانا داكشي اللي خدام به يشدو كامل ويبدا ويزيد يطور عليه هو شي حاجه ما نقدرش نوصل ليه انا وشوف النيفو اللي غادي يوصل ليه انا دابا حاليا المدخل الرئيسي ديالي يعني المدخول الرئيسي ديالي هو ايباي انا عايش بايباي انا حاليا الرئيسي ما نقولش ليهم ما نكذبش عليك نقول لك لا كاين ايباي وبس لا ايباي وهو اللي درت به راس المال الاخرين انا لحد الساعه باقي كاري انا ما عنديش الدار ديالي ولكن عندي جوج محلات عندي جوج حوانت المهم هذا راه ما كنبغيش نقولها لان داك الشيء شخصي ديالي عندي جوج حوانت هما اللي كيخلصوا لي الكرا لانني الثمن اللي شريت به الحوانت ما نقدرش نشري به الدار من تلاقيت بناس قال لي في عوض ما تمشي تدفع هذيك الدار وتبقى تابع الطريطات والريبه والكريدي ولا تمشي ترهن بها وهادي سير شري جوج محلات وكريهم وهما يخلصوا لك الكرا دابا هما كيخلصوا لي الكرا وكيخلصوا لي الموضه وكيخلصوا لي عندي اربعه ديال 4000 ديال الويفي لان عندي اربعه ديال البيسيات واربعه كل واحد بالموديم ديالو مخلصين لي شحال من حاجه ولكن باقي لي شي حوايج اخرين كندخلهم من ايباي لان عندي مصاريف عندي راس خصني نكبر راس المال خصني نزيد بروجي اخر عندي واحد الافكار اخرين باغي نخدم عليهم ما يمكنش غادي نبقى مقابل غير الحوانت ونجي ونريح الدار ما يمكنش نخلص كرايه ناكل ونشرب وصافي ثاني نعيش بحالي بحال الناس حقا راه عندي شي حوانت كيخلصوا لي ونهار ما يبقاوش مكريين علاش نمشي نموت راه هذا هو فهمتوا يعني انا حليت لكم كيف ما قلت لكم اشنو عندي يعني شنو عندي اللي في راس مالي انا ما عنديش دار ما عنديش العقار ولكن عندي راس المال هو اللي كنروجو مثال انا نعطيكم مثال شي انا يكون عندي مليون غنشدو غنشري به شي بياسات وغنبيعهم وغادي ندخل المليون ابار هذاك ما كيتقاش هذاك راس المال والرباح ديالو هو اللي كنعيش به وراس المال شي ناكل الخبز واتاي وما نقيش راس المال لان راس المال هو اللي كيعيشني دابا انا راس مال عندي واحد راس المال هذاك راس المال ما كنقيسوش نزيد شي مثال انا باش ما تبقاوش فاهمين راس المال وهادي والتلفو انا غنبسط لكم شي مثال انا عندي مليون هو اللي خدام به راس المال مليون كنشري به والرباح ديالو كناكل منه مثال انا عطيتك مثال الرباح ديالو كناكل منه مين كناكل منه وكيشيط لي واحد 1000 درهم في الشهر كنزيدها في راس المال كيولي عندي مليون و20000 ريال كنعاود ثاني نبيع ونشري فيها كتدخل لي رباح كناكل منه كتجيب لي واحد الرباح كنشيط واحد 1000 درهم ثاني كيولي عندي مليون و40 ومن حدك وانت غادي كتكبر كتضرب واحد المده كتلقى راسك عندك 16 مليون او انا نهار بغيت نشري المحلات بديت كنحسب داكشي اللي عندي تخلعت وليت كنقول واش انايا كتكلعب في هاد الفلوس كامله خرج دخل بيع هنا جيب هنا راه الو فلان راه كاينه بياسه كريط عندي جوج بياسات هادي راه جيب هادي والفلوس كدور وكناكل منه راه ماشي زعما كتقولوا راه عيش بيه كناكل منه وراس المال غادي وكيكبر توصلت صدقت مخرج منه جوج محلات ونقول لكم انا بشحال ديت راه
ماشي نقول لكم بديت بألف درهم ووصلت لهذا النيفو، لا ما نكذبش على، لان ألف درهم داك الشيء كيفاش غنشرح لك، بحال اللي قوي انت غادي طالع طالع طالع، شويه كتهبط شويه كتطلع ثاني، شويه كتهبط شويه كتطلع، شويه شويه كتهبط ثاني، شويه كتطلع شويه كتطلع، شويه ثاني كتبدا تهبط شويه داك الشيء ما عندكش. شنو هو اللي غادي هكا؟ هو الوقت والزمن. يعني بحال دابا انت عندك 16 عام غادي بحالك، ضروري غادي توصل 17 عام، ما يمكنش غادي دير ها وترجع ل 15 عام، ما يمكنش، العمر ديالك هو اللي غادي مقيد. اما في الفلوس ديما عول عليها، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ولكن حاول من كتكون تهبط تلقى باش 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 دير. وراس المال هي امتى خصك تخدم عقلك؟ هو في الهبطه، ما في الطلعه ماشي مشكل، فلوس راه كاينه صرف، ولكن في الهبطه هي فين خصك تخدم راس المال، تخدم عقلك. راس المال ما نقيسوش، راس المال شي حاجه محرمه، بحال دابا جيت وقلت لك هاك هاد، والله اعلم كاين شي وحدين يقمطوني والله ما عقلوا عليا، نجي نقول لك هاد مليون طرفوا عندك في الماريو وما تقيسوش الله يرحم باك. يعني الا كنتي يعني مزيان بينك وبين نفسك، راه هذاك المليون راه واخا تهز، واخا تهز ما خصكش تقيسه، لانني انا حاطه عندك امانه، وهكاك خصك تعتبر هذاك المليون ديال راس المال. انا قلت لك مليون اما شي مليون في ايباي وساهل ترجعوا 5 المليون، ما نكبرش بزاف، نبدا نقول لك غتقدر ترجعوا وترجعوا من مليون، تقدر ترجعوا 5 المليون، ساهله 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 ساهله، عرفت شنو ساهله؟ شي حاجه اللي ما تخدمش فيها، ماشي نقول لك ما تخدمش، يعني ما غتحتاجش منك واحد المجهود. دابا انا عطيتك مليون وقلت لك سير رجعوا لي 5 المليون، انا عندي ساهله بالنسبه لي انا بالمعلومات اللي عندي انا ساهله، مليون رجعوا 5 المليون، مليون غنشري جوج بياسات ب 5000 درهم الوحده، غادي يرجعوا لي داك الربح، وغادي وغادي نحيد داك المليون ديالي وغادي تشيط لي 4 المليون. فاش في شهر، ما نقولش في سيمانه في 15 يوم، انا غنديروا مازاد هذاك البرودوي نحطو مازاد، ما نحطوش في فيكس برايس ولا نقدسنا فيه، مازاد غنديروا ب 0.99 ولا 0.01 مازاد، وفري شيبينغ غادي تدخل المخ غادي تصدق، ولكن كاينه وكنديرها. ودخلوا للانستغرام عندي ودخلوا لي ستوري فيكس وغادي تلقاو انني كنبدا المزادات غير ب 0.01 وفري شيبينغ، ماشي تما ما دايرش الشيبينغ، ولكن البرودوي اللي كنبيع هو اللي كيحكم على الثمن، انه بالزمن غادي يطلع، بالزمن غادي يوصل الاف دولارات، ما غيوصلش حتى 100 دولار ولا 200 دولار، غيوصل 1000 دولار، لانني برودوي شاري ب 5000 درهم هنا من المغرب، على القليله غادي تبيعو ب 2500 دولار، القليله انا عطيتك القليله. علاش انا قلت لك ما بين مليون ترجعوا دغيا 5 المليون، وتخيل معايا غادي نعطيك مليون ونقول لك سير خدم ومن هنا شهر رجعوا لي ب 5 المليون، غتقول لي يا خويا اش بغيتيني كنبيع انا الغبره بنت لك انايا شمهاروش ولا شي حاجه غادي لفش غادي تخرج ولا غادي نبخ عليها ولا ما عادي ما ندير لها اخويا، شد مليون ديالك اخويا غندي لك غادي نقمطك فيه. انا لا، انا يكون عندي مليون دغيا كنرجعوا 5 المليون شي حاجه بسيطه بالنسبه لي. كيفاش غنقول لك دابا واحد اخر غادي يسخن لي راسو، حتى خونا اش كيقول، حتى طالق علينا هذا 100% ضارب شي جوج شي دو بوين ولا شي حاجه ولا شامه وجاي طالق علينا في الانستغرام. لا، لان كون كان هذا الشيء اللي عندك عندي هنا، كون لقيت كيفاش ندير لي كوبي كولي عندك، غادي نقول لك غادي لي ويلي حتى مليون ترجعوا 5 مليون، انا عطيني مليون رجعوا لك 10 وغنتيقك. علاش؟ لانني ملي كتجرب الحاجه ماشي بحال ما مجربهاش، من شايف الحاجه ماشي بحال ما شايفهاش، واحد شايف شي حاجه ماشي بحال واحد ما شايفهاش. دابا نرجعوا للزمان، باك من كان قدك غادي تقول له يجي واحد الوقت غادي تلقى واحد الجاجه وفيها هنا ويقدر واحد تشوفه ويشوفك ويدون تعش كتقول كتخربق عليا ولا شنو، ولكن انت حين تشتيها غادي تعيقها. هكاك اللي بالك اللي كنقول لك انا، يعني المليون من تقدر ترجعوا 5 المليون كنقول لك انا غادي تقدر، لانني شايفها ومجربها، فهمتي؟ انا شايفها ومجربها، انت حيت ما شايفهاش وما مجربهاش غادي تقول لي كضرب دو بوين خونا راه شام، خونا راه واقيلا صابح من الصباح هو واقف في الشمس ولا شي حاجه، فهمتي؟ حيت كاين، انا داوي معاك دابا بالعقليه ديال المغربي، فهمتي؟ عزيز عليا ندوي معاك بهذا النيفو ديالي وديالك بحال انا صاحبك باش نوصل لك الميساج، فهمت؟ لان غندم وسوف تحصلون على 5000 دولار وما جاتش، ما غاديش نوصل لك الميساج، الميساج كيوصل باش كدوي معاه بحال كدوي مع صاحبك. انا راه واحد المرات كنحس براسي مسطي، اش كندير؟ ما كنبقاش مركز مع اللي كنشوف فيه هنا قدامي، كنركز كنقول انا بحال بارك مع شي واحد وداوي انا وياه،
واغلبيه راه بعض المرات في الفيديوهات الاولين كنت كندوي وكنديرها، ما كنشوفش في الكاميرا، كندوي وكنشوفها وكنتخيل انني داوي مع شي حد. اللي بغيت نوصل لكم الاخوان كاين ما يدير، باش نقول لكم كاين ما يدير، ولكن باش نكذب عليك نقول لك تعالى راه غادي تتعلم غادي تغدى السيمانه الجايه 15 يوم 20 يوم، لا. حنا دابا شحال قلنا غادي نكونوا في الدوره؟ الدوره غادي نكونوا فيها 50 واحد، يعني انا 51 واحد ياك، والزوجه ديالي غادي تكون هي 52 واحد. 52 واحد كيفاش غنقول 52 واحد غادي نديوها كامل لاصال لونطريمون، غادي نعيشوهم في نفس لوطيل نفس لي شومبر، حنا كاملين 50 واحد نفس لي شومبر، نفس الماكله كناكلو، في الماكله في الغداء كناكلو غدا واحد، الغشاء كنعشى واحد، فطور واحد، وكنترينيو. وغادي يدوز من هنا شهر، كل واحد وكيفاش كيترين، واحد كيقول لك انا باغي نتريني حتى العشيه، واحد كيقول لك انا يوميا نتريني اخويا، واحد كيقول لك جوج حصات في النهار انا باغي نتريني اخويا، واحد كيقول لك انا نهار ايه ونهار لا، وواحد يقول لك اخويا فهمتي لي ميسكل انا بغيت ارتاح فهمتي بركه ليا هادي بركه ليبرا لو هادي فهمتي. كل واحد وكيفاش غادي يفهمها، كل واحد وكيفاش غادي يتريني، هذا هو الفرق. وهذاك اللي غادي كيتريني جوج مرات في النهار على مده شهر، واش هذاك هو اللي بحال هذاك اللي بارك كيقول لك اخويا لوفومبرا عندي هادي ميسكل ترابيس عندي هادي دورسو لي زابدومينو بدي يقول لك حق ضاريني انا بغيت هادي، لا انا باغي نخدم غير شي شويه على الميسكل من هنا، وغيدو الشهر غتلقى هذا ماشي هو هذا هكاك. يعني باش نوصل لك الفكره، راه واخا انا نوريك هادشي اللي عندي ولكن كتبقى واحد النسبه عليك انت، واش باغي تخدم ولا ما باغيش تخدم، واش باغي تقاتل ولا ما باغيش تقاتل. كاين واحد اللي كيشد كيتقاتل، كاين واحد اللي كيشد وكيقول لك بلاتي خليها تصدق خليها تدير، ما كاينش تصدق، كيقول لك عقولها وتوكل. يعني كاين واحد القصه ما قلتش باش ما ندخلش في داكشي اللي شي حاجه ما كنعرفهاش ما كنعرفهاش، ممكن واحد القصه انا نعاودها لكم باختصار، ان يمكن في عهد الرسول او في شي صحابي ولا شي حاجه، مهم انه جاء بغى يصلي وشد ديك الدابه ديالو مربطه ما والو، قال لي انا غادي نتوكل على الله وغنخليها وغندخل نصلي ونتوكل على الله انها غتبقى هنا. ما عرفتش واش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شي صحابي ولا شي الله اعلم، المهم باش ما حيت اللي كتخرج من الفم كتقيد عليك. من تلاقى مع هذاك الصحابي قال لي شوف اعقلها وتوكل، يعني ربطها وتوكل على الله وخليها ماشي دير. ولكن كاين 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 شي حاجه، شي واحد كيقول لك حتى شوف ترى الله كون كان مكتوب لي في لوسيبي حتى تجيك عشيري، تاش غتجيك؟ غتجيك شي دعقه ديال البلا ولا تجيك شي موتيف ولا تجيك الشهبه مكرون الكرون ولا ما عرفتش كيقولوا لها تجيك لاراف صافي يجيو يقرقبوا عليك، هذيك اللي غادي تجيك فهمتي. يعني كاين واحد الحاجه نوض دير السباب، نوض تقاتل، نوض غير تحرك وغير بدل وعبدل داك الروتين اللي خدام عليه، شي كنفيق كنخرج كنريح مع الدراري كنجي نتغدى كنتكنعس كنفيق مع الربعه كنخرج كنبقى نجي نتعشى كنعاود نخرج، بدل هذاك الروتين وبدل هذوك الكمامر اللي كتشوف. انا نسميهم كمامر لانني حتى انا كنت معاهم في واحد الوقت كنت معاهم وما نفعوني بوالو، لان حسيت بحياتي غاديه نازله ما غاديش طالع، لان كاين صاحب وكاين ماشي صاحب، هذاك ما عرفناش غنسمي الله يسمح لي، ومشي كنلومهم، يعني ماشي كنلومهم لانه هو مسؤول على راسو انا مسؤول على راسي، ما كاينش شي واحد مسؤول عليا غير هو. كاين واحد القاعده في الحياه، شوف انت مع من داير، لك انت داير مع ناس زوينين، تخيل معايا انت ساكن مع واحد 10 الناس كيكميو كلشي كيكمي، باغي تقول لي اخويا ما بغيتش نتبلع وترك مبلي اصلا، لانهم كتريح معاهم وما كيكميو كيديروا كتدخل عندك الريحه، راه كاين اللي ما مبليش ومبلي بالقهوه، وراه مبليش بالقهوه هو مبلي بهذوك اللي كيبخو في القهوه، محيت مي كيريح في القهوه كيشرب النوار وكيدير كيدخل جوج كوارو ولا ثلاثه، هو راه مبلي، راه نورمالمون غادي تلقى راسك في دار مع 10 الناس خايبين غادي تكون خايب، الا من رحم ربي هذيك راه شي حاجه زعما من المعجزات، لان ملي كتلقى واحد الناس انت دابا غادي تعاشر مع واحد نقولوا ثلاثه الدراري، نتوما ثلاثه الدراري انت كتقول لهم لا البلاد زوينه كاين ما يدار وهادي، لا راه كاينين شي بروجيات وكاينين دراري زوينين، سير اصاحبي شد
تخور علينا حنا تقول لي ديك الهضره هنا واش انت فين هي الخدمه وريني فين هي الخدمه فين هي زيد وريني حتى الخدمه غتبقى تسمعها يوميا من عنده فين هي الخدمه تراك واقيله شامه تراك واقيله ضارب دو بوين تراك واقيله مقلوبه عليك القفه تراك واقيله خادمينك تراك واقيله هادي تراك واقيله هادي وراك انت راك داوي بالصح لانك انت شايف كيف ما قلنا قبيله انت شايف ناس انهم خدامين وهازين رؤوسهم ودايرينهم ولكن حيت انت معاشر مع هادوك كيسموا لك حياتك كتولي انت ملي كتريح مع واحد اخر كيقول لك راه البلاد زينه كتقول انت واش شو انت الهلاطه عشيري ولا انت صاحبي خلينا داويين منطقي يا صاحبي تبين هي الخدمه تاع الشحير وانا كنقلب عليها درت امبريمي ثلاثات سيفيات ودرت على ثلاثات شركات حتى وحده فيهم ما عيطت ثلاثه مغربيه ثلاثه شركات وقلب على المغرب شحال فيه بالشركه وكيبانوا لي هذوك الثلاثه اللي حدا دارهم وردوا كيخرج كيدفع لهم ما كيقبلوش كيقول لك راه ما كايناش الخدمه راه كاينه الخدمه ماشي ما كايناش الخدمه كاينه هنا في ارض الواقع قبل ما تكون في سميتو ولكن كيف ما رجيتي تشوف راه كاين واحد القاعده علاش انا غنخدمك واش تعطي الله دابا هاد الدراري اللي كنخلصهم انا في الدعم كنعطيهم فلوس كنخلصهم ندير لهم شهريه ديالها واش كنعطيها لهم هكا واش انا الفلوس الشيطان عليا واش عباد الله انت غادي تجيب واحد تخدمو غادي يعطيه فلوس غير ما كيدير لك والو هكا لله في سبيل الله كتقول سكاش نخدمو نتعاون معاه وما دي من ندير به لان انا دابا بقاو عندي ثلاثه ولكن قبل ما يكونوا ثلاثه راه كانوا عندي بزاف لان انا جربت شحال من واحد ولكن اختاريت ثلاثه اللي خدامين لي وهما اللي خدامين هما اللي كنخلصهم هما راه دابا كيتصنتوا فيه كيتصنتوا عليا وعارفين هاد الهضره كيفاش داير لانني كنقولها دائما كنقول لك انا اللهم منكم مع قاصح ولا نكذب عليك قاصح يعجبك الحال مرحبا ما يعجبكش راه غادي دور 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 وغادي ترجع غتلقى نفس ماشي غتلقى نفس الهضره غتلقى نفس السياق لان انت هذيك القواعد انت عرفتيهم وعندك 16 عام ماشي بحال عرفتيهم وانت عندك 30 عام ماشي عرفتيهم وانت عندك 60 عام يعني هما قواعد في الحياه وداك الشيء سبحان الله كاين شي قواعد كتسمعهم من الناس الكبار راه سبحان الله ما كاين بحال دابا كنت نهار اللي كنت باغي نتزوج وكنت ريحت مع واحد السيد كبير في العمر بدينا كنتناقشوا بحال هكا قلت لي راه غنتزوج هذه وكيعطيني الامثله قال لي عرفتي المراه كيفاش دايره كيفاش دايره مراه قاده مصوبه خالق الله هكاك مراه قال لي لا فهمتيش المرأة كيفاش دايرة؟ قلت لي المرأة كيفاش دايرة؟ قال لي المرأة بحال شريتي أرض. المرأة بحال شريتي أرض. قلت لي زيد؟ قال لي الأرض إلا حفرتي وزرعتي الشوك أش غادي تلقى؟ قلت لي ضروري غينوض لك الشوك. قال لي الأرض إلا حفرتيها وزرعتي فيها شي حاجة زوينة ورد ولا شي حاجة أش غينوض؟ قلت لي غينوض الورد. قال لي هكاك المرأة. تهليتي فيها غتهلا فيك. سممتيها غادا تسمك. قتلتيها غادا تقتلك قال لي هكا المراه هكا خالقها الله وواحد عنده كدا 80 عام ولا ماشي كيقول لك هاد الهضره واش انا دوزت قدو هذاك العيالات اللي عرفهم في حياته انا راه ما عارفش حتى واقيلا قد هكا ما عرفتوش فيه علم الله شحال من وحده كان كيعرف وهذاك الشيء جا وعطاك الخلاصه ديال الحياه واحد عنده انا عزيز عليا نريح مع الشيبانيين شي انا شي تلقى الجماعه وتلقاني مخشي وسط الرجاله كبار ريح ونضحك مع هذا وندير تقول لينا عاود لينا صاحبي كيفاش انت كي كانت وقتكم كيبدا يقول لي وقتنا كانت زينه انت فين وقتكم زينه انت قلت لهم واحد كان يموت اليوم ما تسيق ليه الخبر انت على 20 يوم تقدر دير العرس لبنتك واخوك راه ميت في الدوار الفلان فلاني لما تلاقيتي معاه في شي واحد في السوق يقول لك فلان ترى اخوك مات ويلي وحاولني عرفت عليه وما جاش لعند بنتي انا راه كنت فقعان عليه هو السيد مات ما كانش كي فهمتي ما كانش كيدير المهم بالنسبه للناس ديال الانستغرام راه غيسالي اللايف من هنا دقيقه بالنسبه لللايف ديال اليوتيوب حتى هو راه غادي نحبسهم تقريبا دقه واحده المهم بالنسبه للاسئله اسمحوا لنا الاخوان تهلاو في روسكم بالنسبه للاسئله مره اخرى ان شاء الله ونديروا اسئله نديروا لايف خاص غير بالاسئله المهم هذا علاش لانهم كي تقريبا كي بلاتي نشوف هذا يلا سير الله يسهل لك غتبقى داوي بزاف المهم تهلاو في راسكم بقات دقيقه و22 الله يسر لكم الله يوفقكم حاولت لان ماشي المهم كما كنقولوا الطريقه ديال العمل ولكن الطريقه ديال التفكير لا كنتي كتفكر
كيفاش كيفاش كتفكر كيفاش تخدم وكتعرف كيفاش تخدم، راك غادي دير الفلوس. ماشي تقدر تخدم وتطلع ودير الفلوس وتعاود ترجع للزيرو بسبب هذا. داكشي علاش. المهم تهلاو في راسكم، الله يوفقكم الاخوان، نديروا لايف اخر ان شاء الله مره اخرى غدا ولا بعد غدا يكون الوقت مناسب، ونديروا خاص الاسئله. انا كنواعدكم ان شاء الله يكون خاص غير بالاسئله. يعني انا من غندير اللايف ما غاديش ندوي نقرا سؤال كيف ما كنت كندير في اللايفات الاولين، نقرا سؤال نجاوب، نقرا سؤال نجاوب. المهم انا غادي نخليه سميتو، وكنشكركم بزاف، ديت لكم من وقتكم، لان باش واحد غادي يبقى يتصنت لك ساعه راه ما ساهلاش. المهم كنشكركم، تهلاو في راسكم، الله يسخر لكم والله يوفقكم، هذا هو اللي كنقول. وخدموا، خدموا على روسكم قبل ما تخدموا، خدموا في ارض الواقع ولا في الانترنت، خدموا على روسكم، تعلموا 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 تعلموا، لان ملي كتعلم كيف ما شرحت في الاول هو راس المال، ملي كتعلم هو راس المال ديالك. المهم تهلاو في روسكم، انا غادي نوقف دابا اللايف. الله ييسر الامور.